لطيفة، مرحبا في كارتاج. مرحبا بيك كارتاج، اللي توحشك برشا. وانا توحشت برشا برشا، توحشت جمهوري، توحشت بلادي، توحشت هاللمة الحلوة. هيك شفت البروفة كيفاش الناس وكيفاش العازفين وكيف كانت فرحة نقصتني برشا برشا. لما عائلية عن سرطة مامو اللي الناس تحب لطيفة، الناس توحشت لطيفة، وناس جاية بالخصوص لطيفة قبل عرض 13 أوت باش تقول لك بون كوراج، باش تقول لك بالتوفيق برشا. وشفنا برشا حب حقيقة اللي الحمد لله استحقيناه برشا في يوم من الأيام بين الفنانين التوانسة وقاعدية بلور، ويمكن لطيفة رجعته شوية. نحييهم الكل محمد، خاطر قد ما نقول لهم شكرا انا مقصره في حقهم، على خاطر في عز ايام يعني حصل تغييب لطيفه من كارتاج وما توجدتش وما كنتش موجوده، كلهم ساندوني، اعلاميين، فنانين، فنانات، مطربات، مطربين، ممثلين، اعلاميين، كل فريمون ربي فضلكم ليا. وقديشني فرحانه وقلت لا غالب قدر الله ما شاء فعل، غيبوني على كارتاج لكن انا فرصة لنا نحن زاد باش نقولوا لك اوني ريكونيسون. دونك انت مرة تونسية اللي فوزيت اون فيغتي ناسيونال. عايشك. مي اون ميم تون زاد نحبوا نعرفوا انت شنو تحب تقول للمرأة التونسية في 13 اوت 2023. المرأة التونسية نحب نقول لها كالاتي محمد، أول حاجة نقول لها راهو دورك توا أهم من كل الأيام اللي فاتت. راهي تونس محتاجت لك توا، راك توا باش تخلي ولادك يقرا، وراك توا باش تخلي ولادك بلادك محتاجت لك يا مراه يا تونسيه. قديش فما نساء توانسه انا فخوره بهم ونحبهم برشا ونفتخر بهم، رفعوا راية تونس في كل المجالات، في العلم محمد، في الرياضه، في الفن. اليوم شفت بنيه الله اكبر عليها. كنا نحكيو على انس جابر زاد في ويمبلدون لو سونتيمون هذاك. طبعا انس جابر من الاوائل اللي رفعوا راية تونس. شوفني كنت زيدة حتى على مستوى الانستغرام تاعك، مواقع التواصل الاجتماعي، وين فما موعد رياضي لأنس جابر ولا ديما تتفاعل وديما نحسوك قريبة. بيان سور، وفما عالمات، فما طالبات اختاروهم من جماعة إيلون ماسك اللي من المجموعة اللي باش يطلعوا للمريخ، واللي هما توانسة مشرفين كما لطيفة زيدة مشرفتنا في العالم العربي على المستوى الفني. نعملوا واجبنا وما نحكيوش كان على 13 أوت في كارتاج، معناتها في حفلة 13 أوت ساعة شنو تحب تقول للجمهور اللي يستنى لطيفة بمناسبة حفلة 13؟ كلهم راني عاملة ما نقولكم شنو عاملة هكا باش النجم نسعدكم، حتى اغنيات تحبوها، حتى اغنيات جدد، حتى اغنيات انتوما اقترحتوهم عليا. مانيش عارفه باش تكفينا الحفله ولا لا. ومحلاها لهنا نتاع العقليه التشاركيه، خاطر حسيناك ان سيرتان مومون طلبت من جمهورك انه يقترح عليك الكوندكتور نتاع السهريه 13 اوت، تمت العمليه كذلك؟ صدقني صدقني خذيت برشا اقتراحات، فما برشا اقتراحات اخرين صعيب برشا باش نعملهم كيما قصايد كيما برشا حاجات، ولكن حطيت برشا. هكا ياسين، اوكي ياسين من الناس اللي قال اسمع راه الناس طلبوا منك هكا هكا. واضح ياسين ياكد لنا. باهي نحب نفهم بين نحكيو على زوز مواعيد، قلنا حفله 13 اوت ان شاء الله اللي مش تكون بمناسبه عيد المراه في مهرجان كارتاج، فما زاد حفله 18 اوت اللي هي الكلنا مع تبرقه، لما في بالي برشا ناس يستناو فيها، لطيفة العرفاوي، محمد جبالي، نوال غشام، صابر الرباعي، غازي العيادي. نتمنى 10 أسماء أخرين ونقول للي اهتموا. أنا اقترحت اقتراح مع السيدة الوزيرة، وزيرة الثقافة، والسيدة الوزيرة كانت مرحبة جدا، وهي زادة كانت تفكر في هذا الاقتراح، إنه قلت لهم بلادنا تبرقة قاعدة تتحرك، ناس فقدوا ديارهم، ناس فقدوا حياتهم، مشاريعهم، دنيتهم. كنت نتمنى كلطيفة نكونوا 15 20 فنان، 20 إعلامي، 20 ممثل، كلنا على المسرح نشاركوا بأي شكل ما في هذه السهرة، ونتمنى من هذا اللي نجم يجي والكلنا نغني كل واحد أغنية.
لكن الجمهور زاد. نتمنى من كل قلبي انه يتعمل حفل لصالح المتضررين في تبرقة. به صح، يعطيكم صحه. سيتي انيشيتيف اللي ما نجم نقولوا عليها كان حاجه هايله، خاصه لما نتاع الفنانين التوانسه اللي زادت تثبت اللي ان سيرتان مومون الناس الكل تو قريبه لبعضها، وفما اكثر قرب وفما اكثر حب، وفي بالي بالحب هذا نجموا نبنيو على خاطر على قد ما نحن بعاد على بعضنا ما نجموش نبنيو. به اخر حاجه نحن نحكيو على الامبيونس نتاع جايينك لتونس، كيفاش مش تكون التنظيم نتاع القديم والجديد؟ اليوم نحكيو على تبهوت برك الله مبروك فوت 6 مليون مشاهده على منصه يوتيوب، اما نحكيو زاده على القديم اللي متوحشينه برشا التوانسه واللي ما يتنساش واللي يقعد ديما معناها ما غير ما تشعر تلقى روحك حتى دندن هكا دو طون زون طون في شو الناس عندهم نوستالجي للقديم، وانا ما نجمش ما نغني لهمش القديم. اولهم حبك هادي اللي الناس الكل تستنى، وما ادراك ما حبك هادي فوالا. لكن اون فافواغ انا والمايسترو كرهتك زاد ان سيرتان مومون تحس نشيد وطني كرهتك بحب فغاره ماك يا غدا يا غدا ان شاء الله ما تروحش بعيد في الكاميرا الكل هذوما باش يتغنوا معاهم شويه جديد ومعاهم تونسي اغاني تونسيه. وانت بتمحي بقلبك الم حرام عليا الضمير يوسف بالهيني والفرقه العظيمه اللي معايا حييهم كلهم. اون فافير ان ميكس هكا حلو يمشي ان شاء الله بالتوفيق. اما كلمه للجمهور اللي استنى في لطيفه، كل جمهوري اللي باش يكون موجود في كارتاج نقول لكم انا نستنى فيكم اكثر منكم. نتمنى من رب العالمين يوفقني ونسعدكم وتكونوا فرحانين بالسهريه، ونتمنى ان كل الاغنيات اللي احنا محضرينها تعجبكم. واكيد انا عندي الطلب، اذا طلبتوا حاجه اكيد معايا مايسترو عظيم يوسف بالهيني ومعايا فرقة عظيمة تونسية كلها، أكيد أي حاجة في صوت البوابة تكون موجودة. نستنيكم. مجموعة من الأسئلة السريعة والبرقية لطيفة العرفاوي. اسأل على روحك. خليك تحضر الكاميرا نتاعك غادي. اوكي. ونبداو مع بعضنا بشوية بشوية. الجمعية اللي شجعها لطيفة في تونس. جمعية الأمهات اللي مش لاقيين لأطفالهم إمكانيات باش يقريوهم. ذكية ياسر الإجابة، نتجاوزوا نمشيو. أكثر أكلة تتوحشها لطيفة في تونس. أنا في الدار أساساً ناكل كان تونسي. ولكن عجب بالكروفيت. انسان تحبه لطيفه يكون موجود نهار 13 اوت في حفله كارتاج وما ينجمش يكون موجود؟ عدي السؤال خاطر ما نحبش امي تسمعه. مش قلت الله يرحمه الله يرحمه. شكون تحبه لطيفه يجي نهار 13 اوت وينجم يكون موجود ولطيفه تنجم تدارك وتبعث له استدعاء والا تكلمه وتقول له ماذا بيا انك تكون موجود وتشاركنا الفرحه هذه؟ ماذا بيا، ونتمنى البنات اللي توسموا اليوم من الرئيس اللي هم الاوائل والاولات في الجمهوريه التونسيه في كل الولايات في قرايتهم في الباك، نتمنى يكونوا موجودين، نحب نفتخر بيهم خاطر. به اكثر فنانه عربيه قريبه الى قلب لطيف. فيروز. اكثر فنان عربي قريب الى قلب لطيف. من العايشين ولا من العايشين؟ يعني في دمهم برشا فنانين برشا. أقربهم؟ والله برشا ما نجمش نسمي حد. كلمة تحب تقولها لطيفة للتوانسة وهي اليوم في وسطهم، وإحنا حسينا في برشا مرات اللي لطيفة متوحشة تونس والتوانسة. أنا متوحشة بلادي ومتوحشة شوارع بلادي ومتوحشة التوانسة الكل،
نقول لهم راه يلزمنا نتمسكوا ببلادنا، يلزمنا نحبوا بعضنا، يلزمنا نحاولوا نعطيوا لبلادنا بقدر الامكان خاطر بلادنا محتاجتنا. بمناسبه 13 اوت وعيد المراه، نحب نقول لك اللي نحن فخورين بيك كفنانه تونسيه. ربي يفضلك. وانا نقول لك اللي انا فخوره بيكم الكل، ونحب نقول لامي انت اول امراه في حياتي واخر امراه، انت اللي علمتني حب تونس، وانت اللي خليتني نكون لطيفه اللي انا توا الحمد لله في هذا الوقت. ام لطيفه العرفاوي امي، انا نحب نقول لكم ربي يفضلكم لينا وكل امهات تونس وامهات العالم العربي واي ام تتفرج فينا. محليك محليك. انتم عارفين قد ايه انا فرحانه صح؟ وحاسين بيا وبحبكم وروحكم. الله يحمي تونس، قولوا امين. الله يحمي تونس، قولوا امين. زيدوا قولوا امين.